السلام عليكم مساء الخير عليكم كاملين اصدقاء متابعين المشاهدين ديال قناه اليوتيوب معكم عصام تحيه طيبه لكم وتحيه طيبه لجميع المشاهدين ومشاهدات القناه في عدد جديد حلقه جديده من اناليز تيرسي كوارتي كانت بلوس دونك كنتمنى للجميع دوام الصحه والعافيه وتكونوا مرتاحين البال وتكونوا في امان الله وبون شونس للجميع وديريكسيون لي بودروم ديال سانكلو اذا نهار الخميس كانت بلوس دينا غادي يكون في لي بودروم ديال سان مع لي غالوبور بطبيعه الحال

أربعة فاصلة واحد تخي سوبل بالنسبة لبينتخوماتر فهذا هو الديكور وهذا هو الديبغيف ودي المرة الأولى بالنسبة لكانتي بلس بلوس دينيل اللي كيف ما قلت لكم غادي يكون في البودغوم ديال سانكلو اللي كيف ما كتشوفوا راه حنا كندورو اكوش اذا نبداو مع اول بارطون اللي معنا في الديبار كاغاميليتو هاد المال ديال 3 سنين واول بارطون معنا في هاد الكانتي هذا او لونطري موديل فرانسوا ارحو فرانسوا ارحو دونك بريزونطالين هاد العود هذا عود لي اون فوا درنا لي لوزيوغ فديما ولا كيدير لي كورس ديالو الاشكال اللي غادي يكون السؤال اللي غادي يكون غدا هو البدايات ديالو في لي زونديكاب كانتي عطيناه واحد وربعين فالور واش حطيناه في بلاصتو واش ممكن شارجي ولا لا دونك هذا هو السؤال اللي غادي يكون غدا عاود لي هو غادي يكتشف في الكورد اغوش لانه غالبا كيجري في الكورد ادروات هاد العود هذا هادشي كامل خلاني اعطيته دوزيام شونس رقم جوج أشجار هذا المال أو ديال تلت سنين واول بارطون ديال ميغيل ديلزون زون كنعرفوا ان ميغيل ديلزون زون غدا عنده جوج ديال لي بارطون في الكانتي فكلكم كتعرفوا على ان الاسبوع اللي فات كريستوف سوميون كان واحد السبب في واحد لاكسيدون كانت وقعت يعني في واحد شون دو كورس يعني الفرنس قالو عطاتو 60 يوم ديال الميزابي دونك هاد 60 يوم بدينا كنشوفوا يعني العواقب ديالها فكريستوف سوميون كان فاصل على المناجر ديالو مناجر اللي كنعرفوا القيمه ديالو باش كيلقى لك لي مونط وكيلقى لك لي بروميير شونس باش انك تركبهم آه ماناجر اللي آه عنده كل من كليمون لو في في لوبستاكل جيمس ريفلي في الاوبستاكل دونك عنده واحد المجموعه ديال لي جوكي اللي عندهم القيمه ديالهم وماناجر كتعتبر بارمي لي ميور ماناجر اللي كاينين آه في الساحه الفرنسيه فخيسوف سوميو تم الانفصال مع هذا الماناجر هذا واليوم ولا البارح فسمعنا على ان البرنس اغا خان حتى هو فصل الكونترا ديالو مع كريستوف سوميون دونك واحد الكازاك اللي كنا شفنا دي شامبيون دوزو كريستوف سوميون دالا خاني زاركافا دونك واحد المجموعه ديال لي شامبيون كان كريستوف سوميون هو لا مونت الاولى لي كوري ديال الاغا خان خان فابتداء من 14 اكتوبر كنظن على ان هاد الكونترا هادي سالات مي غدا هاد اشكار لا كازاك ديال اغا خان وخصف سميون فكنظن انهم من دوك الاخرين اللي غنشوفو بهم خصف سميون بهاد هذه الكازاك هادي نرجعو الأشجار أشجار جوج ديال لي كانتي جوج ديال لا صوت لا صوره فما عرفتش انا صراحه شنو المشكل مع هاد المال هذا مي كنظن على ان هاد العود هذا ممكن يعني يكون عود اللي باقي ما لقاش ليكسبيريونس ديالو في لي فميجا جازون اختار ان كريستوف سوميو يكون هو لا مون ديال هاد المال هذا فاعطيته دوزيام شونس وحطيته في الخانه ديال اون كادو نون بارتو الرقم جوج وكيف ما قلت لكم نبروفيتيو من لي مونت الاخرين ديال كريستوف سوميو ولا كازاك ديال برانس اغاخان رقم ثلاثة كاين كدوم هاد المال ديال تلت سنين واول بارتون ديال اون غاليك سبونتان اللي عنده جوج ديال لي بارتون في الكانتي هاد المال هذا اللي كان موقف لا كومبيتيسيون من شهر 6 حتى لشهر 9 شفنا لا كونتخي ديالو بان على انه باقي يعني ما رجعش لا فورم ديالو مي داك النهار ما قدرتش نحكم عليه لانه كانت بدايه في لي زونديكاب وكانت ان غونتخي باك جوج ديال العوامل اللي ما قدرتش انني نعرف شنو هو المشكل واش لا فالور واش لا كونتخي دونك هاد الاسئله كلها خلاتني احتفظت به وعطيته اون بروميير شونس ونبغي كيف ما قلت لكم نشوفوا يعني غدا كيفاش غادي يجري فهاد الكانتي فكنظن انه عاود اللي ممكن تكون عنده الكلمه ديالو في لي زونديكاب كانتي هاد كينك دوم غادي نعطيه فرصه ونعطيه بروميير شونس ونحطه في لا سيليكسيون ديالي الرقم 3 رقم 4 غريات روتيشن هاد المال ديال 3 سنين مال اللي اه عنده اكسبيريونس يعني جد مهمه بالنسبه لهاد لا جينيراسيون ديال 3 سنين مادام انه عاود مجري 4 ديال لي كانتي ثلاثة ديال المرات سللنا في لاريفي فاير دونك ليكسبيريونس كاينه بالنسبة لهاد العودة هذا واحد زون دي بوا واحد زون ديال لا فالور ديال 38 اللي كيديرها دونك حتى هي غادي تكون مهمة بالنسبة لهاد العودة هذا حاجة أخرى فلونتوراج ديالو ولونترينور ديالو الألماني غريو ف كيجرب واحد لي زوياغ حتى هو يا لأول مرة ممكن هاد لي زوياغ يموتيفيو العود شوية ويكونوا هذوك هذوك هما التيربو وهذوك هما لو بلوس اللي كيقلب عليهم دونك غادي نشوفو غدا كيفاش غادي العود يغياجي مع هاد لي زوياغ هادو فهاد كامل خلاني عطيتو بخوميييغ شوز وحطيته في لا سيليكسيون ديالي كيفما كتشوفو إذن رقم خمسة واغم بخيز هاد الهونغر ديال تل سنين هونغر لونترينمون ديال غوفيس ولا كازاك ديال أغا ديال كوسخي دونك هاد العودة هذا عاود لي تا باقي كيقلب على الفيكتوار ديالو واحد المجموعه ديال لي كورس شفناه سالا فيهم في لا دوزيام بلاص فالاشكال اللي غادي يكون غدا حتى هو يا هو البدايه ديالو في لي زونديكاب ولا فالور ديال 37 واش لي زونديكابور حطوه في البلاصه الحقيقيه ديالو ولا ممكن انهم خطاو وعطاو فالور كبيره ولا ممكن انهم حطوه شويه ناقص فهادو كلهم اسئله خلاتني أعطيته لا 3 كولون وحطيته بارمي لي مور رقم 5 ورم بريز ونبغي تا هو نشوفو فهاد هاد لافالور ديال 37 رقم 6 تشيك تو تشيك هاد لا فيميل ديال 3 سنين اول فيميل معنا في الديبار ديال الكانتي ديال غدا دونك هاد لا فيميل هادي آه غادي يكونوا يعني الاشاره السد اللي فيميل معنا في الديبار غدايا هاد لا فيميل هادي اللي شفنا بدايه دارت انها جد محترمه في لي زونديكاب كانتي وفي الكانتي ديال 8 9 خدات لا دوزيام بلاصه هذاك النهار آه كيبان على انها ممكن تلقى يعني حتى هي اون كارير مزيانه في لي زونديكاب دونك هاد لا فيميل هادي غادي تكتشف الكورد اغوش هذا هو الاشكال اللي كاين الوحيد مع هاد لا فيميل هادي مي كوميم بي براند كتكلم عليها يعني بشكل ايجابي فعطيتها بروميير شونس تشيك تو تشيك رقم 6 ونبغي نشوفو تاهي البداية ديالها في الكورد اغوش بروميير شونس رقم سبعة جيميو هاد الهونجر ديال تلت سنين هونجر لي أه يعني شفناه في البداية ديال لاكاريير ديالو كان كيجري في البيس اون سابل فيبغي قلنا يعني على انه ممكن انه عاود لك يلقى الراحة ديالو في البيس اون سابل فيبغي يعني في الرملة في هاد العودة هذا ولكن الكانت اللي خاد في لا سانكيام بلاس في الكازون في 26 سبعة فكتبين على انه عاود اللي ممكن يدير الكازون وممكن يدير حتى البيس اون سابل فيبغي الاشكال غادي يكون غدا هو التيران غدا كيف ما قلت لكم التيران 4.1 تخيل سوبل وممكن يكون شويه ثقيل غدا التيران فواش ممكن هاد العودة هذا اللي بدا في الرمله وبدا في البون سوبل يعني في التيرانات اللي شويه خفاف واش غادي يجري مزيان في التخيس سوبل دونك هذا هو السؤال، الا جرى مزيان في هاد التيران هذا فكتبان لي تو بلاصو كاتغيام سانكيام بلاص كيف ما كتشوفو حطيتو شويه اللور في لا سيليكسيون ديالي الرقم سبعه. رقم ثمانيه سبيل اون يو هاد لا فمال ديال ثلاث سنين فملا اللي غادي تكون لونترينمون ديال اندري فابغ ثم لا اللي نقد نقول على انه ما شفناش شي حاجه كبيره فتا هي لوريجين ديالها اللي هو كافاجيو الا كانت معلومات صحيحه سمحوا لي غادي ناكد لكم غير الاسم ديال لوريجين ديال هذا الرقم 8 لان عندي معاه واحد الاستوار هاد لوريجين كارافاجيو دونك كارافاجيو لوريجين ديال هاد لا فاميل فكان حسن ليا الشرف انني كنت تفرجت في هاد العوده هذا كان جا جراء الكرون بري ديال سوريك في ليبودروم ديال كازا بلوك يعني في اونفا ما بعيدش علينا فكان خاذ ان فيكتوار هذاك النهار كان كرون بري ديال سوريك تقريبا واحد 100000 الف الف اورو كانوا لي ليزالوكاسيون ومن وراها في 2019 رجع وخاذ ان دوزيام بلاص في الكرون بري ديال سوريك هادشي كامل كان في 2018 فيكتوار و2019 آه ان دوزيام بلاص فعلاش كنقول لكم هادشي لانه هاد كان كنجرب في الاونفا الاونفا كنعرفوا انها رمله دونك ما عرفتش انه واش هاد العوده دا ممكن يعني يكون شويه مرتاح في الرمله بحال الاوريجين ديالو بحال الاب ديالو ما عرفتش صراحه لونطري موديل اوندري فابر غادي يدير لا ديالو من شهر يعني من شهر 6 ما جراش وملي بدا العام شفنا كان يعني جرب شهر 4 ووقف لا كومبيتيتور شهر 6 وغدا غادي يجري عاوتاني من شهر 6 غادي يدير لا رونطري ديالو فهادشي كامل خلاني عطيتو اون دوزيام شونس واخا الاوندري فابغ واخا سيفان باسكي فصراحة دوزيام شونس لهاد الرقم اه تمنية سبيل اونيو اذا وصلنا للرقم تسعود سانسا بي هاد لا فيميل ديال تلت سنين وغادي تكون دوزيام باغتون ديال لونتخينمون ميغيل ديل زونغ دونك هاد لا فيميل هادي دونك كيفما كتشوفو في الصورة ولا كازاك ديال الورثه ديال زكريا حكم فان ام كازاك اللي كنعرفوها في المغرب طبيعه الحال دونك هاد لا فيميل هادي شفناها حتى هي البدايه ديال فليزون دي كاب كانت كانت في 8 س 8 9 كانت ريفيرونس خدات ان سيتيام بلاص اللي بانت لي ان سيتيام بلاص يعني جد محترمه لانه آه سالات بواحد الفينيش كيبين لانها كتبروغريسي يعني وكتاخذ دي بلاص فممكن على ان الا كتاج الا القات ليكسبيريونس فممكن علاش لا ان تستافد من هذا البوا اللي هي فيه وخصوصا ان ميغيل ديل زونغ جيرال موسي كنعرفوا هاد الجوج هادو كيفوكسيونيو مزيان يعني وكيخدموا مزيان آه في لي كورس دونك آه الفمال اللي غادي نعطيها بروميير شونس وحطيتها في لا سيليكسيون ديالي كيف ما كتشوفوا الرقم 9 واخا انها يعني ما عندهاش اكسبيريونس بزاف بدات غير في شهر 6 ديال هذا هد العام هذا تقريبا واحد ربع شهور دابا باش بدات لا كومبيتيسيون مي كنظن على انها ممكن تكون ان فيتيغ لوغيات في لي كانتي الرقم 9 سانسا بي بروميير شونس رقم 10 بيفان هذا الهونغر ديال 3 سنين هونغر لي ريغولي شفناه في لا ديال 3 7 اللي, آه سبعة اللي آه كانت فهاد لي بودغومادا ديال سان كلو وكان خاد ان 3 بلاس كان اونديكاب هذاك النهار فعاود لي تا كيدير لي زونديكاب كيدير التيران كيبان لي كل شيء مزيان مع هذا الرقم عشرة بيفان لي ما لقيت شي حاجة يعني سلبية اه غادي نطونتي كوميم ان بروميييغ شونس لهاد الرقم عشرة عفوا بيفان بروميييغ شونس وكيف ما كتشوفوا حطيته سانكيام في السيليكسيون ديالي اذا وصلنا الرقم 11 تينات هاد لا فيميل ديال 3 سنين فيميل اللي جوج ديال اللي كانت لا صوت لا صوره <applause> آه، تيران تا هي غادي يكون علامة استفهام بالنسبة لها هاد آه لا هادي آه لأن تيران تخي سوبل واش ديرو ولا ما ديروش فكاين واحد المجموعة ديال الحوايج اللي كيبينو على أن لاكوست قد تكون صعيبة لهاد لا هادي مي صراحة ما بغيتش نقتلها بغيت نعطيها لا شونس ديالها ملي كيبان لي أنا صراحة الأونترينور عنده شي عاود ما كيجريش كيجري في لي كانتي وما كيجيش بحال دابا هاد تينات دو فوا في لي كانتي لا صوت لا صورة وما عادا كي كيطونتي لا تخوزيام فوا فردوا البال بعض المرات كيكونوا دي ريغلاج كيكونوا شي حوايج اللي كنصلحوهم في و وكيتكونفيرماو يعني في لاكواز غادي نعطيها دوزيام شونس اه الا كاينه شي سوربريز ممكن تجي من هاد تينات رقم 11 الا بقات لكم شي بلاصه ممكن تونطو كود بوكر اه... بوغ ان كاتريام سانكيام بلاص بشي كوت اللي ممكن ديباسي ل 30 كونتر ان دوزيام شونس <تكلم> رقم 12 فيجا اوف سانت هاد لا ديال سنين اللي كانت مقفلة من خمسة شهر 5 حتى لشهر 8 بار ان كانت في الهانديكاب بطبع الحال فشفنا لا فالور ديالها دازت من 33.5 36 فلوجيك ان لونتوراج ديالها ما عندوش شي خيار اخر غير انه يطونتي لا ديالو في لي زونديكاب كانتي دونك هاد الرقم 12 الا قدت دير لا فالور ديال 36 فتاي كتبقى عندها ان شونس لانها كيف ما قلت لكم جرات اونديكاب واحد كان في لا رونتري ديال شهر 8 وربحاته فما عرفناش يعني لا ليميت ديالها فردوا البال عطيتها دوزيام شونس كانت اللي شويه كومبليكي مع لي 3 اون باقي ما عرفناهمش يعني مزيان هذاك الشيء علاش غادي نعطيها دوزيام شونس مي كلشي ممكن اذا وصلنا للرقم 13 سنو تومبيست هاد الفمال ديال 3 سنين دوزيام بارطون ديال الاوريال اكسبونتال اللي كما قلت لكم عنده جوج ديال لي بارطون في الكانتي دونك هذا الفمال هادي كازاك غودولفين لوريجين سي دي ستار اللي سبق لي ربح لاك دو تريوم بطبيعه الحال ولا موديل ميغيل برشلونه فكل شيء كيبان مزيان مي هذا الفمال هادي باقا ما كونفيرماتش لينا وباقي ما اكدتش لينا هادشي كامل في لابيست فغدا اول اونديكاب لاب 36 فالور فخاصها تكون فيرمي يعني هاد الشيء كامل في لابيس عطيتها دوزيام شونس حتى هي نبغي نشوفها يعني كيفاش غادا تجري في الكانتي ديال الغدا اذا الرقم 14 غوزيتا ستون هاد الهونغر ديال 3 سنين ولونطريمون ديال نيكولا كليمون دونك هاد الهونغر هذا شفنا في لاكورس كورس ريفيرونس ديال 8 9 وقبل منا شفناه في الكانتي ديال 18 8 ففي كل مره كيسالي في لا ريفي وفي كل مره كيدير ديال لاكورس ديالو ففي هذه الكونديسيون غادي نعطي ان بروميير شونس مره اخرى بوغ لي بلاص كيف كتشوفو شونس الرقم 14 رقم 15 جولد هذا المال ديال سنين مال الوضعيه في لي زونديكاب يعني غدا وكتضياق مادام انه ربح لنا جوج ديال لي زونديكاب متابعين وداز من 22 دفالور حتى ل 35 ونص في الكانتي ديال 8 دونك آه فهاد لي كونديسيون هذه غادي نعطيه ان دوزيام شونس آه وغادي نحطو تا هويا في الخانه ديال لي مور آه ما عرفتش يعني واش آه وصل لواحد زون دي بوال ولا صعيبه عليه فحطيتو بارمي لي مور ونبغيك قلت لكم نشوفو مره اخرى بهاد لا هادي اذا نكملو الاناليز ديالنا اصدقاء متابعين المشاهدين ديال قناه اليوتيوب مع الرقم 16 ان ان توت ولا ان ان هاد الهونغر ديال 3 سنين ولونتر موديل سيلفان ديز دونك هاد الهونغر هذا اللي شفناه في لا ديرنيغ كورس ديالو كان سي لا دوزيام يعني في اول اونديكاب اللي كان دوزيام بروف ديال كانديدات 89 دونك ملي بدينا حنا كنتكلموا على واحد لاكورس ريفيرونس ديال 8 9 كانت بروميير ايبروف دونك هذا الرقم 15 جرى دوزيام ايبروف ديال الكانتي ديال 8 9 فبعد ما جرى دوزيام ايبروف ب 60 كيلو في الدار ديالو غدا غادي يجري في لا بروميير ايبروف ولكن ب 54 كيلو اه ونص مي لا كاتيجوري ويعني والخيل اللي جراو معاه راهم كيختلفوا دوزيام ايبروف ماشي البروميير ايبروف المهم هاد العوده هذا آه عاود لي كيبان لي هو كيدير تقريبا كاع لي كورس ديالو غدا واش ديك 54 كيلو غادي تخلي ليه ان شونس آه ولا لا دونك ما صراحه نرد البال عاود لي ممكن يكون احسن آه ليه انه يكون في لا بخومي في لا دوزيام بروف عفوا هاد العود هذا واخا يهز البوا بزاف فممكن انه يكون احسن آه في هاد لا كاتيجوري ديال لا دوزيام بروف دونك غادي نحطو في الخانه ديال لي رقم الرقم 16 مغامره مني بطبيعه الحال اذا اصدقائي المتابعين المشاهدين على قناه اليوتيوب معكم عصام بطبيعه الحال سلسلة الاناليز ديالي ديال الكانتي لا سيليكسيون ديالي كيف ما كتشوفوا هي هذه اختارت لكم السبعة ديال الخيل واحتفظت بالرقم جوج في الاونكاد نو بارتو عاود لك كما قلت لكم غادي كركب عليه الخسف السميو الايام الاخيره ديالو مع الاغا خان في لي غامرت مع الرقم 5 والرقم 15 والرقم 16 دونك هذا هو اللي شو اللي اللي ديال لو شو ديالي بالنسبه لكورس ديال غدا في البودوم ديال 5 دونك موعدنا يتجدد في الاناليز ديال كانت ديال نهار الجمعه وهذه المره مع لي تروتور والكروسا طبعا الحال كان معكم عصام السلام عليكم تصبحوا على خير ولا سيليكسيون كيف ما كتشوفوا هي هذه